حكاية إذن مش مال ومال في الخزن تبقى الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن ده باللي نختار وده على الميزان توازن في ناس عملها أملها وخيرها بتقصد وناس بتعب بشكاير مقاسي معاصي وخساير ناس بتعب بشكاير مقاسي معاصي وخساير من بعد ضمير ده ماله مهما يصدق في ماله من بعد ضمير ده ماله صباح النور. يا ترى حاجة كوثر موجودة؟ أيوة موجودة. نقولها مين حضرتك؟ نعمة. حاضر يا فندم، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. مين حضرتك؟ انت يمكن ما تعرفينيش وما شفتنيش قبل كده، بس اكيد سمعتي عني. سمعت عنك فين؟ انا نعمة سيد مجاهد، مرات الحاج عبد الستار الثاني. وجاية هنا ليه؟ جاية لاني عرفت انك سبت عقل وهتفهميني. افهمك في ايه؟ انا عارفه ان جواز الحاج مني ده مزعلك، بس ده الواقع وده شرع ربنا. وجاي تقولي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان لي عندك حق وعايزه اخده. حق؟ حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. انتي مالكيش اي حقوق عندنا. عيب كده يا حاج، ده شرع ربنا. نصيبك خدتيه فلوس من مختار. ده حقي في السيوله، لكن حقي في الاصول لسه يا حاج. انتي ايه؟ قراطه ماسكه فينا ومش عايزه تسيبينا. انا مش جايه اشحت منك، حقي هاخده بالقانون. انا جاي علشان خاطر الراجل ده اللي حبني واكرمني طول ما هو كان عايش، ولانكم من ريحته قلت اجي اعرض عليكم نصيبي، يمكن تحبوا تشتروه وتدوني بداله فلوس وابعد عنكم واحل. يا سلام، انت ايه؟ ما بتشبعيش؟ ما كفاكيش الفلوس اللي خدتيها؟ تاني خدتي؟ بقولك ده حقي يا حاجه. طب امشي اطلعي بره بقى. عيب لان انا في بيتك. اديك يا حلوه قلتي انك انت في بيتي، عشان كده امشي اطلعي بره. بقول لك امشي اطلعي بره، فاهمه ولا لا؟ هنيه هنيه. ايوه يا ست. ايوه تعالي خدي الست دي وشيليها ورميها بره البيت. حاضر يا ست. اوعي ولقيت من وش. وخليكي فاكره يا حاجه ان انت اللي ابتديتي وراجعالك. لا يا اختي خوفتيني. يا رب ده البلاوي دي بيجوا منين؟ مصيبه دول يا رب يا رب. لا يا مان، لا لا، ده كلام، ده كلام. ما هو انت كمان اللي غلطان يا مختار. انا اللي غلطان؟ ايوه انت. كان لازم تاخد منها تنازل عن نصابها في الاصول ساعه لما كنت بتديها فلوس. ما جاتش في دماغي حاجه زي دي. كنت ارجع لي يا اخي وانا ادلك. الله، انما رحت صرفت كده من دماغك. اتفضل بقى، اهو كده بقى ليها حق عندكم. تقوم انت يا مت اللي ترفع لها قضيه وعايز تجيب لها حقها انت. ايوه يا مختار يا حبيبي، انا خدتها على حجري عشان يبقى زيتنا في دقيقنا.
بدل ما تروح تجيب محامي تاني من بره يبقى عايز يعمل علينا شغل ويولعها. وانت يعني هتفيدنا بايه؟ اقول لك انا بقى ممكن افيدكوا بيا يا مختار. انا ممكن اهدي اللعب شويه في القضيه لحد ما تتفقوا مع بعض وتراضوها بقرشين من غير لا فضايح ولا شوشره. تاني قرشين؟ مش مكفيها الملايين اللي خدتها؟ يا مختار يا حبيبي فهمني. نعمه معايا او مع اي محامي تاني غيري كانت هتكسب قضيتها وكانت هتحصل على كل حقوقها بالكامل. ده قانون وشرع ربنا يا اخي. البت دي انا اتخنقت منها خلاص. اقول لك على حاجه يا مختار، نصيحه لوجه الله، ماي معاها المره دي كده مره اخيره واخلص منها خالص. لا يا متر، انا خلاص اديت حقها تالت ومتلت واكتر من حقها كمان. انما اللي بتعمله معايا ده اسمه عوى، وانا اللي عوى معايا هبخ سم في وشه. بداية أرحب بضيفنا الموجود معانا النهاردة، أستاذ الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية وأستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك وحمد لله على السلامة، بقالك كتير ما يعني ما كنتش معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور أحمد. عايزة يعني أول حاجة بس نقول للمشاهدين والأمهات تحديدا اللي شايفيننا دلوقتي، رئيس إيه أهمية الرضاعة؟ جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية بسرعة هي انه ربنا خلق لبن الام علشان الطفل. انت بتعمل ايه؟ بجمع داتا عشان هتفيدني في المرحله اللي جايه. انت طول عمرك كده تموت في جمع المعلومات. وهي الدنيا ايه غير معلومات؟ ودايما اللي بيعرف اكتر هو اللي بيكسب. ها يا محمد، خير؟ ايه؟ امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ايه يا سعد في ايه؟ انا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. اهدى بس فهمني في ايه؟ الاغبياء اللي عندي اشتروا اسهم ب 10 مليون جنيه في شركة، والشركة دي فلست من ساعة واحدة بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البداية، وربنا يستر على اللي جاي. انت متسلط عليا ولا فاكر ان الحظ هيخدمك زي المرة اللي فاتت وتقول لي عندك خطة؟ بصراحة ما عنديش. يعني دمرتني بغبائك. ومين قال لك انه بغبائي؟ يعني ايه؟ دايما بتفترض انك الذكي الوحيد. ما انا لو افترضت انك استسكيت في موقف زي ده يبقى هفترض فيك الأسوأ وهتأكد انك خاين. انا خدتك وبعتك وقبضت التمن، وريني ازاي بقى هتخرج من ورطتك دي. المرة دي مش هينفعك ذكائك. ولا انت تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه واحدة؟ قول ليه وليه وليه وليه؟ الدرجة دي بتحقد عليا؟ انا بكرهك. ليه؟ ليه ده انت ما شفتش مني غير كل خير؟ ده جزائي؟ ده جزائي اني وقفت جنبك؟ ده جزاء ان خليتك بني ادم بعد ما كنت رمه ولا تسوى؟ كنت باقي معاك على العيش والملح، وانت اللي خنتهم بطمعك وفرغت عينك. اعتبرتك صاحبي واديتك ثقتي وامنتك على فلوسي. معقول انت تعمل كده؟ ده احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الجامعه. اديك جبت المفيد. من ايام الجامعه وانا كنت بحس دايما ان انت ابن الناس المستحمي اللي عنده عربيه. انا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك ارتحت وغيرك شقي. ده انت شرير قوي. مفيش شرير بيبقى شرير لوحده، اكيد في حد بيدفعه لكده. وانا بقى من الناس اللي دفعتك انك تبقى شرير؟ انت اول واحد. ليه؟ ده انا طول عمري بعطف عليك وعمري ما حسستك بفقرك. عطفك ده كان بيقتلني، كان بيحسسني بعجزي. الرفاهية اللي كنت بعيشها معاك كنت بحس انها ايام من الجنة بتحرم منها اول ما ارجع شقيت الحقيرة. الحاجات دي كلها خلتني اكرهك. انا بكرهك. انت مريض. حتى صفية البنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي حبيتك انت. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت مش عارف تلفت نظرها؟ الفت نظرها بايه؟ وانت دايما قدامها ريحتك حلوه وحاطط برفان. دايما قدامها بتلمع. يعني انت لازم تطفيني عشان تلمع انت؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده.
لأن وأنا جنبك كنت دايما أنت نمرة واحد وأنا نمرة اتنين، وأنا لا يمكن أقبل كده لأن أنا زيك بالظبط. ما تبقى نمرة واحد بعيد عني يا أخي، إيه اللي جايبك تزحمني في حتتي؟ عجباني يا أخي حتتك، وبعدين خلاص الأوراق اتلخبطت وأنت ما بقاش لك ترتيب أصلا، وبقيت أنا نمرة واحد لأن التمن اللي أنا بعتك بيه خلاني مليونير، خلاني أحسن منك. أنت إنسان حقير، حقير وحقتلك، حقتلك يا كلب زبالة. أنا تعمل معايا كده؟ أنا تعمل معايا كده؟ أنت بيش كده؟ يا حقير. أنا هسيب أمي كتير وهعيش وهتمتع وهبقى أحسن منك، إنما أنت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يا زبالة يا رمة يا واطي، وفر نفسك للمصايب اللي جاية يا سعد بيه. سلام يا صاحبي. اوعى يا فندم. كويس ان لحقتك قبل ما تروح. خليك يا ست يا ست البنات، عامله ايه؟ خير يا سي مختار؟ ايه اللي معادك لحد دلوقتي؟ انا قلت زمانك روحتي. قدامي شويه حسابات كده براجعها. تعيش يا اصيله. انا بالحق انت بتروحي وبتيجي ازاي المدبغه هنا؟ انا متفقه مع سواق تاكس وبحاسبه بالاسبوع. ايه مرات هنا تركب تكوسه وتتبهدل في المواصلات؟ الحمد لله كده رضا، ده في غيري بياخدها كعابي لما رجليه بتور عشان ما معهوش حق الميكروباص. واحنا مالنا ومالهم؟ مرات انا ست البنات، هو في حريم حلو كده اصلا بينزل شغل يوم يركب تكوسه؟ لا لا لا، ما ينفعنيش الكلام ده. بكره الصبح الصبح هنزل اجيب لك اجدع عربيه على الزيرو بسواقها. عربيه مره واحده؟ طبعا، وموديل السنه دي كمان، وانا عندي اغلى منك يا سموحة السموحات. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا قادر يا كريم. تعيش يا ست البنات، يا عسل العسليات. ما كانش العشم يا متر، يخونك برضه العيش والملح. لا عشت ولا كنت لو عملت كده ابدا يا حاج. امال تفسر بايه وقوفك ضدنا مع اللي اسمها نعمه دي؟ ضدكوا؟ ده لمصلحتكوا يا حاج. تدافع عنها وتقول لي مصلحتنا؟ طبعا، ما انا لو ما عملتش كده كانت راحت لمحامي تاني، والله اعلم بقى وقتها كان ممكن المحامي ده يعمل ايه. تروح واعلى ما في خيلها تركبه. يا حاجه انت ست مؤمنه وعارفه ان شرع الله حق. ما خدت فلوسها، عايزه ايه تاني؟ لسه ليها حق عندكم يا حاجه، ولا انت بقى عايزه الحاج عبد الستار ما يبقاش مرتاح في تربته؟ ده دين عليه ليها ويفضل متعلق كده في رقبتكم. وايه المطلوب مننا؟ مش هقول لك بقى تدوها جزء من الفيلا ولا حته من المحل والمبغى؟ حاولوا بقدر الامكان تقيموا نصيبها بفلوس وتدوها لها. ونصيبها ده بقى يتقيم بكام؟ حوالي 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه ونص تقريبا كده يعني. ودول هنجيبهم منين؟ حاجه كوثر، الاشياء معدن والعمليه ماشيه زي الفل ما شاء الله يعني. ده الظاهر بس، انما المستخبي بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بيه. ده لولا دخل المدبغه والمحل ما كنتش عارفه اعيش ازاي. معقوله حاجه كوثر انت اللي بتقولي الكلام ده؟ امال ولادك ما شاء الله يعني من غير قر ولا حسد عايشين ازاي في المستوى اللي هم عايشين فيه ده؟ انا ماليش دعوه بولادي، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. يعني انت يا حاجه ما تقدريش تقنعي اي حد فيهم يدفع لها الفلوس دي بقى ونخلص؟ دي مش فلوسي عشان احكم فيها، انما انا عشان بخاف من ربنا وخايفه من يوم الحساب فهجيبها تعيش معايا هنا في الفيلا وتاخد نصيبها. تعيش معاك هنا في الفيلا؟ ايوه، وتاخد كمان نصيبها في المحل والمدبغه اول كل شهر بما يرضي الله. ده كرم كبير منك قوي يا حاج. انا لو عليا كره الحل ده، لكن حرصي بقى على رضا ربنا خليني صابره وساكته. كله راح. يعني ايه؟ خلاص مفيش امل تعوض الخساره وتصلح الغلط؟ الغلط فينا احنا، ما بقيناش بني ادمين، بطلنا نحب بعض، كل واحد بقى مش راضي بحاله، باصص للي في ايد غيره وبيحسده عليه.
بقى كل همنا ازاي نفرح في بعض مش نفرح لبعض. انت تقصد مين بالكلام ده؟ كلنا. قوي بيقتل الضعيف عشان قادر عليه، والضعيف لو جات له فرصة انه يقتل القوي مش هيتردد لحظة عشان ياخد مكانه. في النهاية كلنا خسرانين، كلنا خسرانين. مالك يا مختار؟ بتفكر في موضوع مهم؟ بفكر في سنين حياتي وشغل عمري وتعبي وانا بجمع الفلوس دي. ما كنتش اتخيل ابدا اني هجمعها وفي الاخر مش هلاقي حد اديها له. اتجوز يا مختار. انت بتخرفي تقولي يا سماح. انا لا بحب ولا هحب حد غيرك، ومش معنى اني بفضفضلك باللي جوايا اني عايز اتجوز، ان في بينا عشره وحب وصداقه تسمح لي ان اشتكي لك حتى لو منك. ما انا عارفه، عشان كده بقول لك ما عنديش مانع. صدقني اتجوز يا اخويا عشان تجيب العيل اللي بتتمناه وما تحسش ان في حاجه ناقصاك وتفرح. نفسي افرح وربنا نفسي افرح، بس الدنيا مش ممكناني. ساعات ما بطيقش فكره ان اتجوز عليك يا سماح، بحس ان الكفايه عليا منوره دنيتي، وساعات تانيه بضعف نفسي بقالي عزوه تدفى بيها في ايام اللي جايه انا وانتي. عشان كده بقولك اتجوز وريحني. هتتعبي لو عملتها. بالعكس انا احس ان في هم شن على صدري. ربنا عالم يا سماح، لو خدت الخطوه دي أبقى مضطر، بس أعمل إيه؟ نفسي يبقى لي ذكر في الدنيا وعزوة بين الناس. حقك يا أخويا. أنتِ هتبقي أمهم. ربنا يخلي لهم أمهم. أمهم دي مين؟ دي مهما كان زوجة تانية، معروف سبب وجودها إيه وسطينا، إنما أنتِ حبيبتي، أنتِ اللي في قلبي، أنتِ الأولى والأخيرة. ربنا يكبر بخاطرك، زي ما أنت دايماً جابر بخاطري. أنا لازم لازم انزل عند ميعاد ساعة زمن كده وارجع لك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. من غير ميعاد. لا لا خالص، اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ وحشتيني قوي قوي. كويسه يا بابا اشرف؟ انت كله تمام؟ كويسه. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. تشربي ايه بقى؟ رغم ان انا عارف كويس انت عايزه تشربي ايه؟ العصير بتاعك مش كده؟ عندك؟ طبعا عندي، من ساعه ما عرفتيني عليه وانا بقيت احبه قوي قوي قوي. عارفه ليه؟ ليه يا بابا؟ لانه بيفكرني بيك يا حبيبتي. يعني حياه بتوحشك زي ما بتوحشك؟ طبعا بتوحشني قوي. اقعدي جنب مامي هنا لحد ما اجيب لكم العصير واجي لكم. تشربي ايه يعني؟ اي حاجه. ايه رايك نجيب لها العصير بتاعنا؟ ماشي ماشي يلا. حبيبه قلبي، لما بابا اشرف يرجع عايزاكي تدخلي تلعبي جوه في اوضه عمر عشان انا وهو نتكلم كلام كبار. ممكن؟ ماشي يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. اتفضلوا العصير بتاعنا. يلا يا حياه. ايوه بايديك الاثنين. برافو.
خير يا عالم، في ايه؟ انا قلقانه على حياتي قوي يا اشرف. ليه مالها؟ ما هي كويسه وزي الفل اهي. كل ما بنام بحلم ان انا تايهه في صحراء لوحدي، وحياه عماله تنادي عليا وانا مش عارفه اوصل لها. اهدي بس يا عليا، انت اعصابك تعبانه من اللي كنت فيه. انا برضو اللي هقولك، انا خايف المرض ده يرجع لي تاني. انت ليه مش قادره تصدقي ان انت خفتي وبقيتي كويسه؟ لان ده مرض خبيث وممكن يرجع في اي وقت. وبتقدري البلا ليه قبل وقوعه؟ وافرض رجع لي تاني، تقدر تقولي ايه هيكون مصير حياتي من بعدي؟ بعد الشر عليك يا عليا. تعرف انا كلمت الشريف اخويا في كندا، يعني قلت يساعدني في الهجره عشان لو حصل لي حاجه تبقى حياه جنبه. يا عايزه تهاجري للدرجه دي؟ الموضوع موتر. ولما كلمته توترت اكتر. ليه؟ عشان اتهرب مني وتحجج بحجج فارغ عشان ما يشيلش المسؤوليه. يا ازاي يعمل كده؟ ده اخوكي برضه. الغربه غيرته خالص وخليته انسان غريب حتى عن اقرب الناس ليه. اهدى يا عليا، ربنا ما بينساش حد، وبعدين انا جنبك اهو. اشرف تتجوزني؟ ايه ده احسن حل انا لقيته. انت الوحيد اللي بنتي متعلقه بيه وبتحبه، ولو كبرت في حضنك انا هبقى مطمنه عليها. وكمان انت يا اشرف مراتك وابنك مش موجودين، يعني محتاج لنا زي ما احنا محتاجين لك. ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ ده منتهى الانانيه. انانيه لاني عايزه اطمن على بنتي مع انسان طيب ومحترم زيك؟ لا، انانيه لانك نسيت ان الانسان ده عنده مشاعر واحاسيس، وحكمتي على مراته وابنه انهم ماتوا وانه خلاص بقى لوحده. انا اسفه، انا ما قصدتش اللي انت فهمته ده خالص. انا بس حسيت ان في بينا تفاهم ومشاعر حلوه ممكن تضلل على بنتي حياته واحنا سوا. عليا، اللي بينا مش اكتر من انه مشاعر انسانيه ولا يمكن تتطور عن كده، وانا بحب مراتي وابني ولا يمكن ابدلهم بحد تاني. انا اسف، انا اسف مره تانيه، اعتبر الكلام اللي انا قلته ده كاني ما قلتوش. يا حياه، يا حياه، حياه يلا. بابا اشرف مش هيلعب معايا شويه؟ بابا اشرف مش فاضلنا دلوقتي، وبعدين بطلي تتعلقي بيه اكتر من كده. مش كده يا علي؟ لو سمحت دي مشكلتي وانا هعرف احلها بنفسي. انا ماليش. امال ايه الدموع اللي في عينيكي دي؟ يوه، وانا ناقصاكي؟ كفايه اسئله بقى. معلش يا حبيبتي، حرام عليكي بقى، انا مش ناقصه، انا فين اللي مكفيني؟ عندي ليكي اخبار حلوه قوي. ايه ده؟ معقوله الحته ترفع القضيه وتكسبها؟ ايه الشطاره دي؟ طبعا لا. امال ايه؟ يبقى لقيت لي طريقه هاخد بيها حقي من نديم، صح؟ لا مش صح برضو. لا امال ايه الخبر الحلو دوختني؟ الست كوثر ضرتك. ودي يجي من وراها خبر حلو؟ دي ما يجيش من وراها غير الاخبار السوداء. دي ست طيبه وكلها بركه. يبقى وافقت تشتري نصيبي من مراسي الحاج، صح؟ برضو لا. لا مش كده يا متر، تعبتني معاك النهارده، ما تقولي ايه الموضوع بالظبط. هقول لك يا ستي، الحكايه بمنتهى البساطه ان الست كوثر ضرتك وافقت ان هي تسلمك حقك في المدبغه والفيلا والمحل. يبقى وافقت تشتري نصيبي. لا ما جبناش سيره لا بيع ولا شراء، وافقت بس ان هي تسلمك حقك وبس. مش فاهمه. يعني من بكره لو حبيتي تنقلي للفيلا وتقعدي في نصيبك هي ما عندهاش مانع. انت بتتكلم بجد؟ ونصيبك كمان من ايراد المحل والمدبغه هيوصلوا لك منها اول كل شهر على دائر مالي. مش مصدقه ومش مرتاحه كده. مش مصدقه ومش مرتاح ليه؟ دي ست طيبه كلها بركه. دي ست حربايه، تلاقيها بتعمل لي ملعوب كبير. وليه بس سوء الظن ده ما دام نعمه؟ ما انا حضرتك مش هروح اعيش وسطيهم وابقى ضرتها وهيسيبوني في حالي، دي اكيد بتعمل لي مغرز. يا عم الحاج ده انا رحت زرتها طردتني. معلش يا ست اعذريها، ما كانتش فاهمه الموضوع ولا عارفه ايه الحكايه. عموما يا مدام نعمه انت معاك الحق بقوه الشرع والقانون، محدش ابدا يقدر يحرمك منه. يكونوا مش ناويين يسموني ويخلصوا مني. انت خالك واسع قوي، دول ناس طيبين، ما ينفعش ابدا يعملوا حاجه زي دي. يا استاذ النفوس بتتغير من الفلوس، اسالني انا. خلاص يا ستي تهدي بقناها، ما تاكليش ولا تشربي معاهم. يا سلام، ودي تبقى عيشه دي بقى. عموما يا ستي ده الكلام اللي قالته لي الحاجه كوثر، وانت ليك مطلق الحريه في القبول او الرفض. حضرتك عندك حق،
بس المشكلة ان انا كده هغرز وانا عايز اخد حقي واخلع. ايوه يا ستي، بس هما كمان معهمش فلوس يشتروا. ما معهمش ده مين؟ انا عارفة ده كل واحد فيهم معكم على قلبه ملايين قد كده. اسألني انا. والله بقى يا مدام نعمة، هو ده العرض اللي حاجة كوصر قالت لي عليه. معهمش فلوس؟ موضوع ده في ان عايز رأيي؟ روح الفيلا وجربي. اروح برجليها القضايا؟ انا هبلة؟ ده حقك، ولازم تحط ايدك عليه، ولازم تستلميه عشان تحافظي عليه. الله، وبعدين مش دراكي، يمكن لما تقعدوا مع بعض يوافقوا ان هم يشتروا منك بالتراضي. وافرض ما رضيش يشتروا؟ ساعتها بقى يا ستي نبقى نمشي في موضوع القضيه، واول ما يتم الفرز والتجنيب نبقى نشوف لك مشتري تاني من بره. ايوه قول كده بقى من الاول. هو انت مش ناوي تمشي في القضيه؟ وامشي فيها ليه يا ستي طالما تاخدي حقك بالتراضي؟ انا يا ستي عايزه اثبت حقي على الورق، مش عايزه اثبته بقايه. الله، طب ما حقك مظبوط بالاوراق يا مدام نعمه، انت اسمك مش موجود في اعلام الوراثه؟ موجود. خلاص هو ده بقى اللي يثبت حقك في الاموال السايله والممتلكات. مش عارفه ليه يا متر كده مش مرتاحه، وحاسه ان الفار بيلعب في عيبي. معرفش ليه يا اخويا. لو نبهتي شويه كده وارتاحي وقولي الفار ده كمان يهدى شويه وفكري على مهلك وبعدين بلغيني بقرارك. اوكي. انا ليه عملتها كده؟ دي مجروحه وفي محنه زي، بس هي اللي استفزتني وحسستني اني خاين لمراتي وابني. بس دي من حقها تفكر تأمن بنتها زي ما انت بتفكر تأمن ابنك. لا، لازم تكلمها وتعتذر لها. لا بلاش، خليها وقت تاني، على الاقل تكون هدت من اللي انت قلته لها، وكمان لحسن تفتكر انك ابتديت تفكر في اللي قالته لك، والمكالمة دي جر رجل منك. كويس انك قتلت الفكرة دي جواها، ما تصحهاش تاني. ما تفتكريش عشان انا جبتك تعيشي معايا ببيتي ان انا حباكي او لساني ممكن يخاطب لسانك. يلا يا حبيبتي اريح، ده طلع من القلب للقلب رسول. عيب كده يا نعمة؟ معلش، ما هو العيب لو طلع من اهل العيب ما يبقاش عيب. الله يسامحك يا حاج. بقولك ايه يا ست انتي، إذا كنت فاكرة إنك هتذليني ولا هتمني عليا تبقي غلطانة. فوق إيه؟ ده أنا ليا حق وهاخده غصب عن التخين. أوعى تفتكر إن أنا خايفة منك، حقك هديهولك من غير غصب. ما هو ده كلام يا حاجة ما يتقلش، ما تأخذنيش في دي الكلمة. منين بتقولي لها إنك مش طايقاها؟ ومنين جايباها تعيش معاكي هنا؟ شوف يا ست أم نعمة، ده حقها الشرعي، وأنا ست بخاف ربنا قوي، وخايفة بقى يوم الموقف العظيم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني بسببها. ما شاء الله، ربنا يكملك بعقلك ويزيد إيمانك. إيه هو ده؟ ليه هو إحنا اللي شياطين إن شاء الله؟ ما إحنا كمان بنعرف ربنا وبنطلب بحقنا في شر. جرى إيه يا نعمة؟ هي الست قالت حاجة؟ جرى إيه يابا؟ مالك جرى نعم كده ليه معاها؟ أنا ليا في البنت زي ما ليها بالظبط، ما تزيدش عني حاجة. يا رب أستغفرك وأتوب إليك. اللهم طولك يا روح. يما خفت انا بقى من التكشيره دي. انت يا بت كلمي معايا عدل وخليكي مؤدبه، وايه المياصه اللي انت فيها دي؟ هو انا كده بموت في المياصه؟ علوب انا مش هرد عليكي، ان انا ست مؤدبه ومتربيه وعامله حساب كويس قوي انك انت ببيتي. بيتي زي ما هو بيتك يا حبيبتي، ولا هقعد اعيد وازيد بقى؟ مش معقول، زهقت. هنيه هنيه. ايوه يا ست. تعالي خد الهواني وموديهم أوضة سعد. ايه أوضة سعد دي؟ وش معنى أوضة سعد؟ طبعاً تلاقيها أوضة القرار بتاعت البيت ده. يا بنت بطلي طولة لسان وخلي عندك دم. سعد ده بقى كان آخر العنقود، والحاج الله يرحمه كان مدلعه على الآخر. طيب والأوضة دي بقى بحري ولا قبلي؟ وهو بقى بيت بابا وماما، كان بحري ولا قبلي؟ لا كان بحري، وتلاقيه متدلع كده في بعضه كله. عيب كده يا نعمة، عيب. عموما انا هطلع ابص عليها، بس لو ما عجبتنيش مش هستلمها. هو انت جاي تأجريها ولا ايه؟ روحي شوفيها وبعدين قرري. هنية وريهم السكة فين. حاضر يا ست. يلا يا هنية، احسن ده باين عليا هشوف ايام سودة في البيت ده. عن اذنك يا حاج. اتفضلي. مش عارفة يا حاج كان عاجبك فيها ايه. استغفرك واتوب اليك. يا فلة فلة. أيوة. شوفي مين على الباب. حاضر. استغفر الله العظيم يا الله. صباح الخير.
رؤوف، ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف ابني. مالكش ولاد عندنا يا طنط؟ انت ست مؤمنه، ما يرضيكيش ان اتحرم من ان اشوف ابني. وبعدين مش كفايه ان ما حدش بلغني بميعاد ولادته؟ يا سلام، ونبلغك ليه؟ انت مش بعته وقبضت الثمن؟ انا ما بعتوش، انا اتنازلت عن حضانته لامه، بس انا من حق اشوفه، ده من صلبي وشايل اسمي. انت مالكش اي كلام معايا، عندك المحامي، روح شوف هيقول لك ايه. انا مش هتحرك من هنا غير لما اشوف ابني. وقت صوتك ما زعقش. لا هزعق، ولو ما شفتش ابني دلوقتي انا هرتكب لكم جناية. عايز ايه يا رؤوف؟ نورة، ايه اللي نزلك يا حبيبتي من سرير؟ صوته واصل لفوق وصحى البيبي. ابني فين يا نورة؟ عايز اشوفه. مالكش حق فيه، ده ابني. كان ابنك، انما دلوقتي ده ابني انا لوحدي. ايوه بس انا ابوه. ده في شهادة ميلاده، انما في الحقيقة ابوه مات بالنسبة لي وبالنسبة له. انتي اكيد مجنونة. ده نص التنازل اللي حصل بينا، واللي على اساسه قبضت الثمن. حتى لو الولد في حضنتك انا من حق اشوفه، على الاقل مرة في الاسبوع. اه ده قبل ما تبيعه وتتنازل عنه، لكن دلوقتي مالكش حق تشوفه خالص، لانه بقى ابني انا لوحدي. تعال هنا، انت رايح فين؟ انا هشوف ابني، يعني هشوف ابني. انت لو ما خرجتش دلوقتي انا هطلب البوليس. هي حصلت؟ عايزه تبلغي البوليس عني يا نورة؟ طالما عايز تاخد حق مش من حقك. نورة خليه يشوف ابنه يا بنتي. لا يا ماما مش من حقه. القانون يا حبيبتي بيديك الحق ده، اما الانسانيه بتقول ان هو يشوف ابنه. الله يفتح عليك يا حاجه، انا كل اللي عايز ابص عليه بصه واحده بس، وبعد كده همشي على طول. هنيه. ايوه يا ست. هات ياسين عشان ابوه يشوفه. حاضر. انتوا سميتوه ياسين؟ اسم جميل قوي. هو فعلا بيبي جميل وما يتقدرش عندي بملايين الدنيا كلها. اتفضل سمي ياسر ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، انت ياسين وحشتني قوي يا حبيبي. انا طول عمري كان نفسي اخدك في حضني، واخيرا حصل. هات الولد. خليه معايا شويه. انت قلت هتبص عليه وتمشي، ويكون في علمك دي اول واخر مره هتشوفه يا هنيه. ايوه خدي. ايه الانانيه اللي انت فيها دي؟ انا لا يمكن اقبل بكده. والله انا ما ضربتكش على ايدك، انت اللي اخترت. يا نورة فكري في مصلحه ابننا، يهون عليكي يعيش يتيم وابوه موجود. في ملايين زيه بيتولدوا ابهاتهم ميتين. ايوه بس انا ابوه وعايش. عايش من مال حرام، وانا عايزه اربي ابني من مال حلال عشان ربنا يبارك فيه ويحفظه. انا دلوقتي عملت مشروعي وبكسب منه بالحلال، صدقيني يا نور. بس اصل فلوسك من مال حرام، واللي بيتبني على الباطل بيبقى باطل. يعني مفيش فايده؟ ده الاحسن لابننا. لو بتحبه بجد ابعد عنه. انا لا يمكن ابعد عنه. بعدك عنه هيحميه من غضب ربنا عليك. ده ربنا بيسامح، انت مش عايزه تسامحيني ليه؟ عشان انا بشر وليا طاقه احتمال، وما اقدرش استحمل ابني يضيع مني. وايه اللي هيضيعه بس؟ احنا لو اتلمينا تاني وبقينا اسره واحده هيبقى عايش بين اب وام، وكل طلباته هتبقى مجابه. ياه، انت عايز تاخد كل حاجه بالسهل كده؟ وليه لا يا نورة؟ ما دام الحاجات دي كلها من حقي. محدش بياخد كل حاجه في الدنيا دي، عشان تاخد حاجه لازم تتنازل عن حاجه، وانت اخترت حاجتك وخدتها. باصص لي ليه بقى في الحاجه بتاعتي؟ ما تحل عني يا اخي. ماشي يا نورة، بس انا مش هسكت، وابني هيتربى في حضني غصب عن عين اي حد. ربنا يحمي منك ومن شرك. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. يلا يلا اطلعي عشان ترتاحي، انت لسه نفسة. يلا يا حبيبتي. والنبي يخشي، الاوضه حلوه قوي، ولا اوض الفنادق الخمس نجوم. اوضه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. بقول لك ايه يا نعمه، هدي اللعب شويه. بقول لك ايه، انا ما بشحتش من حد، ده حقي. والناس ردهولك برضاهم، يبقى عايزه تعملي مشاكل معاهم ليه؟ ما هو انا لازم اذبح لهم القطه عشان يخافوا مني ويعملوا لي حساب. اعملي حساب ان الوشوش هتتقابل، ودي وشوش يتبص في خلاقهم، دول حتى كلهم نكديين. لا بقى مالكيش حق، دي حتى الحاجه كوثر بيناها ست كمل وتتحط على الجرح يطيب. انت معايا ولا معاهم؟ انا لا معاكي ولا معاهم، انا مع الحق، وانا شايفه ان الست اديت لك حقك تالت ومتلت، عايزه ايه تاني؟ عايزه اكسب معركتي معاهم. معركه؟ ما انا داخله الحرب العالميه الثالثه وحضرتك ما تعرفيش، ودلوقتي لازم تحددي موقفك، انت معايا ولا معاهم؟ يا نعمه انا ست كبيره ومش قد الحاجات دي، اعملي معروف، خرجيني من الموضوع ده خالص، ولا كاني معاكي.
يا نعمة أنا مريضة وتعبانة ومش ناقصة تعب فوق اللي عندي. خلاص يبقى خليكي برا الموضوع خالص وملكيش دعوة باللي بيحصل بيني وبينه. يا بنتي أنا مش عايزة الناس يكرهوكي. يا رب، هو أنا جاي خير علشان يكرهوني؟ ده أنا جاي علشان أزهقهم في عيشتهم لغاية لما يشتروا نصيبي وأغور من هنا. ربنا يهديك يا بنتي ويهدهم ياما قادر يا كريم يا رب. حجم الخسائر هيعدي 10 مليون. يا دي المصيبة، دي كارثة. سعدي بيه أنا شايف إن احنا نعرض الأسهم الخسرانة دي للبيع، وهو يمكن حد يجي ويشتريها. ومين الأهبل اللي هيشتري أسهم زي دي؟ واضح إن أنا كنت آخر مغفل فيهم. لا العفو يا فندم، في ناس متخصصة في شراء الشركات الخسرانة. طبعا هم بياخدوا السهم بسعر ضعيف، بس أي مبلغ هيجي منهم هيقلل الخسارة. إيه رأي سعادتك؟ لا أنا شايف إن إحنا نقوم الشركة الخسرانة دي على رجليها، وعلى قد ما ربنا ينفق في صورتها على قد ما نقلل خسارتنا. ده معناه إن سعادتك هتضطر تصرف عليها من جيبك وممكن تستنى كتير. سعد بيه، خسارة قريبة ولا مكسب بعيد؟ بس دي مش خسارة، ده خراب مستعجل. وبعدين إحنا لو بعنا الأسهم شكلنا هيتهز في السوق ومحدش هيثق يتعامل معانا تاني. طيب أنا عايز دراسة وافية عن حجم السيولة المطلوبة عشان نقدر نقوم الشركة دي على رجليها من تاني. يعني سعادتك شايف إننا نقوم الشركة دي على رجلها ونبيعها كسبانة؟ هعمل إيه؟ ما أنا مفيش قدامي حل تاني. خلاص إدينا 48 ساعة والدراسة تكون جاهزة على مكتب سعادتك. أيوة سعدي بيه، بس إحنا ما بنفهمش في تجارة البسكوت. خلاص نجيب ناس بتفهم في تجارة البسكوت، وعلى رأي المثل ادي العيش لخبازه. ايوه سعد بيه، بس ده هيكلفنا مبالغ كبيره. كام يعني؟ لما الدراسه تخلص نقدر نقول لسعادتك. طيب 48 ساعه بالظبط، وعايز الدراسه دي تكون على مكتبي. هنية ايوه اعملي فطار. حبيب قلبي يا اهلا يا اهلا، لو النبي اللي تفطر معايا حتى يبقى عيش وملح. بنتي ايه اللي جابك هنا؟ دخلت هنا ازاي؟ دخلت من الباب يا اخويا، احسن تفتكرني نطت لكم الشباك ولا حاجه. قومي يا بنت قومي، امشي يلا روح من هنا. ايدك كده ازاي تكلم مرات ابوك بالطريقه دي؟ اتري صوتك، مرات ابويا ايه؟ انت عايز تعملي مصيبه ليه يا اخويا؟ مش هي دي الحياه ولا انا بتبلع عليه؟ ما تخلينيش اخدك جوزين الام يا نعمت عشان فاتك وش. سامع يا مختار؟ ماما دي نعمت مرات ابوك التانيه، انا عرفت كل حاجه. ما تقلقيش ماما، انا همشيها دلوقتي واخليها تحرم تيجي هنا تاني. يلا بنت. يا سلام سلم يا اخويا، لا خش في حبي خش احسن. انت هتعمل لي فيها دكر ولا ايه؟ انا دكر عليكي وعلى الف زيك، ولو ما انكشحتيش من هنا هاتلك على نعمت. عيب كده، دي مهما كان مرات ابوك يا اخي. نعم ايه، ما عندكش دين؟ ماما حضرتك واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها كلنا، الست دي ليها نصيب شرعي في ابوك زي ما لينا بالظبط، وانا بقى لا يمكن اقبل ان حقها يتاكل. ما هي خدت حقها تالت ومتلم، عايزه ايه تاني؟ لا لسه نصيبي في الفيلا الحلوه الجميله دي، ونصيبي في المحل، ونصيبي في المطبخ. يا بنت مختار قلت لك عيب كده، انت مش شايفه مجاحتها؟ الست عداها العيب، حقها ولازم تاخده يا اخي. يعني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ اقلع لها من الحيطان واديها في عيبها، ولا اخلع السلالم والترابزين تاخدهم معاها وهي مروحه؟ لا ده ولا ده. امال اشتري نصيبي واخلص مني. ونصيبك ده يطلع كام؟ انا عاوزه 5 مليون. يا اخي 5 مليون عفريت اما ينططوك ويهبدوك على الارض في وشك، دي الاصول كلها ما تزيدش عن 10 مليون بشهادة خبير. خلاص يا اخويا كل واحد حر في اللي عنده ويتمنه براحته، انا عن نفسي باقل من الرقم ده مش هبيع، واذا مش عاجبك هبيع لغيرك. انت كمان عايزه تخلي الغريب بيننا؟ بس يا مختار خلاص، نعمة مش هتبيع ولا هتشتري مننا. امال هنعمل ايه؟ هتقعد معانا هنا في الفيلا وهتاخد نصيبها اول كل شهر من المدبغه والمحل. ده ايه التخريف ده؟ تخريف؟ اخرس يا قليل ادب قطع لسانك، اوعى وقت تكون فاكر كبرت عليا. انا اسف يا ماما والله ما اقصد، بس ده مش كلام معقول برضه. دي الحقيقه اللي لازم نعترف بيها ونسلم شرع ربنا، وكفايه بقى يا اخي، كفايه غضب ربنا علينا. شفت؟ مش كنت ساعدتني احسن عشان اخد حقي من نديم بدل ما اجي واقعد على انفاسك لغايه لما اخد حقي منك انت؟ يعني لو ساعدتك يا نعمت تغوري من هنا؟ لا ده انا هتنازل لك كمان عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. قلت ايه؟